اجى ابو طارق تقبرني، اجيت والله جابك. امسكي هالوردات وشميهم وزوعوا على الارض يستر على عرضك طخي ولميهم. طيبه هي، امسكي هالباقة يا احلى زهره فواحه بريحة عطر. ميرسي، كلك ذوق وكلك شعر. عفوا ام محمود، الحكي مو الك. لك علمي، ما في حدا غيري واقف هون. ها، مو ضروري تعرفي. بعرف لحالي، الذكي بيلقطها وهي طايره. وشو لقطي يا حضره الرادار؟ هي الباقه بعرف لمين جايبه، لهلا لسه ما اجت. بس طيب لنفترض انك بتعرفي لمين، شو عرفك انه لسه ما اجي؟ صار لي نص ساعه عم بستناها على البلكون. لا ما شرفت حضرتها. منو هي؟ مرتك هنا. هنا لهلا ما اجي؟ والعزيمه؟ انا عزيمه ابو طارق. مين قال عزيمه؟ انا ما قلت عزيمه، انا قلت عزيمه شيء عن اذنك. مين قال عزيمه عن اذنك؟ شوني هالطولة؟ عزيمه، خلص تأمن غدا اليوم، لروح اطفي عن المجدة. مالي شامم ريحة طبخ ونفخ. معناتها أكيد موصي على الأكل جاهز. بتفهم. بالصدفة بتفهم. هنا! يا هنا! أهلين بابا. أهلين دنقو. شو القصة بابا؟ صار كل يوم عم تيجي وحامل بإيدك بقت ورد. في شي بالجو؟ إيه في. شو في؟ في طيارات وهي بوينغ كمان. أمك ما إجت ما؟ لا. لسه. ولا اتصلت؟ ولا اتصلت. شو صايرين ستيريو؟ كل واحد جاوبني لحاله. تعال نقول شلون دروسك بابا؟ اخذت فيهم كلياتهم 10. الله يرضى عليك. وانت ارجيله؟ انا؟ ايه. شوف قد ايه حطت لي المعلمة. صحي بابا في عزيمة؟ الماما قالت لك ما؟ لا. لك شو عرفك؟ انا قلت له. تعال ارجيله ده. تعال ارجيله تعال. تعال شوف. معناتها الماما قالت لك؟ لا. لك شلون عرفت؟ العصفورة قالت لي. شوف فكر ما في بالجو غير طيارات. في كمان عصافير. مزبوط بابا. اسمع شوي، نحن عنا عزيمة وماما عازمة رفيقتها. شفت؟ ما قلت لك يا زكي انه عنا عزيمة؟ شلون ماما عازمة رفيقتها بس لهلا ما اجت ولا حضرت شي للعزيمة؟ ما هذا اللي مجنني. سلامتك من جنان. اسمع اولاد، حركات مالها طعمة على الغدا ما بدي. ولا يهمك بابا، نشلها شوية ملح. شو هي؟ الحركات مشان يصير إلها طعمة. لك كم مرة فهمتك؟ نكت بايخة لا تحكيها، فهمت؟ كه 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 ما؟ مثل ما فهمتكم أنت وياه. نهائياً إذا بتقلل أدبك على الأكل، بحياتك ما رح تركب بالسيارة. إن شاء الله تكون حلوة يا رب. ولي؟ استوى العدس. بكره باكل مجدره تازه، اليوم في شيء اطيب، راح اطفي تحتها احسن شيء. يبعث لك قتلك شو سئيله، اسال مني، ما راح اجلسك. لا بجد، لا يلا. اكيد هناء بتكون محضره المحمر والمشمر وتوابعه، بس شلون رح تلحق تحضر كل هذا وهي لهلأ لسه ما اجيت؟ هلأ فهمت، بتكون مرت على شي مطعم وبدها تجيب الأكل جاهز. وأنا بحب الأكل جاهز. إيه وبعدين؟ هيك بدنا نضل قاعدين
انه حاطين ايدنا على خدنا؟ انا جيت بدي اكل. هلا انت مهمك الا بطنك؟ ليش انت شو همك؟ مالك الان ليش الماما لهلا ما اجت؟ ونحن ما بنعرف وينها. صحيح، ماما ليش لهلا ما اجت؟ طيب الماما تاخرت بالشغل، المعازيم ليش لهلا ما اجوا؟ مع هذا اللي مجنني انا. روح افتح الباب، اكيد الماما. وانت السادي هدول المعازيم، لو ماما ما عم تفتحها. مزبوط، لا تفتح، انا بفتح، انا بفتح. المعازيم شوف لي شلون الوضع من عندك. ادعي لي، ادعي لي الله يا رب، ادعي لي سليم، ادعي لي. تفضلي باقة هالزهر يا احلى زهره فواحه. تفضلي باقة هالزهر يا احلى زهره فواحه باطيب هضر. قلت لك كلك ذوق وكلك شعر ما صدق. هذا انت؟ ايه انا بدي هنا. شو بدك منا؟ عاوزتها بشغله خاصه، شغله نسوان يعني. مو قلتي انك كنتي عم تنتظريه على البلكون؟ معناتها بتعرفي انه ما اجيت. ايه حصت لي انا شوي وزبطت شعراتي وفتت لهداك الصوب، قلت لحالي في هذه الاثناء بتكوني جايين. لا لسه لم تاتي. شو الشغله على كيفه يسكر الباب بوشي؟ بدي فوت يعني بدي فوت. يا احسن شيء ارجع استنى على البلكون، بس تجي هنا افوت انا وياها غصب عنه. لك اترك الدرابة من ايدك. بابا بابا انا جعت وانت بتعرفني، انا بس جوع بطوش حجري. وانا كمان جعت وانت بتعرفني بس جوع باكل حالي، بس شو ساوي لك؟ لا تعال نعمل انا وياك جزمز عنب بالبراد. ما بدنا نطمن على امك بالاول؟ خلونا نقلق عليها ونحن شبعانين، ضروا نهكل همها ونحن جوعانين. لك اترك الدرابة من ايدك. الو الو الو، اهلين يا مو. اهلين وسهلين. لا الحمد لله يا مو. بدي اسالك، ابي لما كان يجوع كان ياكل حاله؟ لا لا ما في شيء، ما حدا قال لي. لا طلعت بكير اليوم كان عندي شغل. ايه ما تهكلي هم. اوكي يا مو شو هالحكي، معقول انا العب بديلي؟ لا يا مو اصلا مالي ديل. بعرف انها بايخه يا مو. الله معك. لك اترك هالدرابة من ايدك. اجت هنا اجت هنا. اهلين زارتنا، اهلا وسهلا. غصب عني تضرب الوظيفه وساعتها. اي والله ستي الله يعطيك العافيه، بس مالي شايفتك حامله شيء بايدك، لا تكوني نسيتيهم بالسياره. انو سياره؟ بالتاكسي اللي وصلتك، لان انا حاكم وعم لمه للغسيلات، بالصدفه شفتك نازله بالتاكسي. شو بدي ساوي جارتنا، تاخرت بالجوله وسياره المديريه خلص دوامه، بتضطري تاخذ تاكسي. تصوري فوق تعبنا عم ندفع اجر التاكسي. والغراض؟ انو غراض؟ الاكل. الأكل؟ الأكل تبع العزيمة. جارتنا أنا عزيمة. هنا ما في بالعادة تخبي علي أنت. ما عم أفهم عليكي، وشو بدي أخبي عليكي أنا؟ أنا بعرف إنك ما بدك تقليلي مشان ما تعذبيني يعني بمساحتك وتحضير السفرة. وأي مانا، لا لا تفكري هيك، لا تفكري بنوب، نحن جيران والجيران لبعضها. بعدين أنا مو حي الله جارة، أنا صرت من أهل البيت. على عيني، بس جارتنا انا ما عندي عزيمه ولا اني عازمه حدا، حتى جوزي ولادي ما حضرت لهم اكل. ابصر شو تغدوا يبعت لي همه. شو الشغله على كيفها؟ جوزها قال لي في عزيمه وقط ما بيهرب من عرس. مالي غير ارجع على البلكون انتظر المعازيم، ساعتها لا هي ولا جوزها بيقدروا يتهربوا مني. ليش تأخرتي؟ حبيبي طلعنا بكير مع جروب سياحي وعلى أساس ساعتين ثلاثة، وفعلا الساعة 12 خلصنا، بس تعطل الباص على الطريق. الحمد لله السلامة. والعزيمة شو صار فيها؟ قصدك عزيمة زهرة؟ ليش نحن عازمين غيرها؟ يا حبيبي تأجلت لبكرة. تأجلت؟ وليش ما خبرتيني؟ نسيت، أنا آسفة، معك حق، كان لازم خبرك. أنتوا شو عم تعملوا؟ لسه ما تغديتوا يعني؟ عم نعمل مثل العادة جزمز. يعجلكم شوي حاكم، أنا ميتة من الجوع. تأجلت لبكره؟
يا حبيبي من هون لبكره بكون نسيت اللي حافظون. حص بيفلق الصخر. ايه وبعدين ريضة المعازيم طولوا. لا يتبصر من بيت جميل. شو هالحكي؟ ما انحرم هالقامة يا حق. هات عنك تقبرني كمل الأكل. هات هلا قلتي بدها تجي ولا ما بتعرفي؟ وعدتني معها انه تجي هي وياها بكره. شوفي اوعك تفكريني كثير مهتم بجيتها. حبلا تجي اهلا وسهلا، ما حبلا هي حره بس يعني. هات البندوره حبيبي. تفضلي. تسلموا. بلكي سافرت. مو هاي زهره؟ لوين بدك تسافر؟ ترجع على بيتها على بانياس. ايه اذا سافرت سافرت، بنرجع نعزمها مره ثانيه ما مشكله. يا حبيبي لسه بدي استنى لتجي مرة تانية. طيب شو رأيك لحتى نلحق الوقت يعني نعزمها على العشاء؟ لا حبيبي ما بيمشي الحال. لك ايش العشاء مثل الغداء كله عزيمة. ما بلحق أحضر شي للعشاء، أنا بكرة باخد إجازة وبحضر الغداء. ايه على راحتك. اوعك تفكري إني عم لح على العزيمة مشان شي معين. ها لا أبدا. بس حبيبي سليم هات البيض. طلعت من مناخير من الجزماز. مرحبا طارق. مين يا طارق؟ انا ام محمود. شو عم تطبخي؟ ريحه الاكل واصله لعندي. انت شو شايفه؟ شو هاد جزماز؟ ايه شو بدي ساوي؟ فتت لقيت جميل مبلش فيهم قمت كملت عنه. يلا اليوم رح يمضي وما رح ساوي شيء. ايه شبه الجزمص شبه. أكلة طيبة كتير وبتفتح النفس وبتصير مقبلات. شو عندك أكل جاهز بالفريزر؟ ما عندك شقفتين ثلاثة كبة كم قرصص فيها؟ قولي على عيونها. هلأ إذا قلت لها ما عندي بدها تطلع تحكي علي وتشرجعني بين الجيران. ايه طالعي حيلا شي من الفريزر ما حلو تغدي لجوزك بس جزمص. لا تأكل يا أم أنا بساعدي. مسكي ام محمود هاتي انت الطبخه وانا بطلع لك كم قرص صفيحة وكم قرص كبه. مسكي. لا لا تعذبي حالك انا بعرف وينهن. ها قال بدها تغديني جز مز. قال اي مو محرزة ينحسب علي غدا. يلا تغديت غدا منيح وجبت معي بس ما فهمت لا قصة باقة الورد ولا قصة العزيمة. الا ما اعرف لفوت حط هدول بالبراد لبعد بكرة. بكرة عندي مجدرة. ولي مين جاييني هلأ وقت الغداء؟ شو قلة الذوق هاي؟ حدا بيجي لعند حدا وقت الغداء؟ أحلى يطلع لي شي وحدا دمه تقيل وياكل لي الأكلات منيح اللي دحشتهم بالبراد. جاية ايه طنو كمان ما احترق لسه حرقوا لي يا للجرس. هذا انت بتحسين شو هيك يا محمود؟ فكرتك مو بالبيت. كنت بهداك الصوب وبالفصحى بذاك الصوب سيدتي. انت أكبر قدر. تغديتي؟ تغديت لكن ما تغديت. في حدا بيضل بلا غدا لهلا؟ وشو تغديتي؟ من حواضر البيت ما بقي عندي شيء تحسينها. خلصوا. ايه لكان مالك بالطيب نصيب خاطرك. وين راح عم تحسين؟ رايحه اتغدى. لهلا ما تغديتي انتي؟ ايه هلا لحتى اجت صينيه الكواج من الفرن قلت لحالي هي اكله بتحبيها وبتموتي عليها لانزل عيط لك تذوقيها. الظاهر اني تاخرت. امي 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 شبكي؟ امجد واغياب. شو بهون؟ حذري. كسرت التلفزيون؟ حذري. وقعوا الخزانة؟ حذري. لك اولي تنقالي والي. فاتوا على المطبخ، نطوا على الطاولة، وقعوا صينية الكواش وفش على البلوعة. اللي بعت لك حمى ما ابرد قلبك. سلام يا ولي. كواش وعلى البلوعة. يا حرام. انا ليش انضربت على قلبي وقلت لها متغداية؟ كنت قلت لها ما تغديت. كنت طلعت اكلت لي لقمتين دقت لها الصينية. إما فكرت جاية تعزبني
بباليها جاية تتغدى عندي، قلت لها تغديت. تاني مرة لازم اتروق أكتر بالجواب على هيك سؤالات وافهم الموضوع منيح بعدين جاوب. يا حوينة صينية هالكواج، أنا بحب الكواج كتير. يلا كمان الكبة وصفي حي اللي أكلتهم كمان طيبين. لروح اتملح لي بشقفة جبنة مرمرة أمي.